آفة المخدرات ومحاربتها كانت محط اهتمام الجهات الرقابية والحكومية في محافظة صلاح الدين، حيث بادرت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين إلى عقد ورشة توعوية تبين مخاطر وطرق السيطرة على هذه الآفة المضرة على الفرد والمجتمع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل ياسر عدنان. المخدرات آفة خطيرة ودخيلة باتت تهدد مجتمعنا بشكل كبير، ما يتطلب وقفة جادة من جميع مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة وكل الجهات المختصة للتصدي لها، الأمر الذي دعا مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين قسم تمكين المرأة لعقد ورشة توعوية تبين مضار ومخاطر وطرق السيطرة على آفة المخدرات. شعبة تمكين المرأة اللي استحدثت في كل الوزارات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لما إلى أهمية وأهمية المرأة ودورها في المجتمع. من ضمن هاي التوجيهات إقامة ندوة وورش عمل عن مخدرات وتعاطيها وتفشيها هسه خاصة في مجتمعنا، واحنا مجتمعنا مجتمع إسلامي متدين الحمد لله، ونريد نقضي على هاي الظاهرة في بدايتها قبل لا تنتشر، وخاصة في مجتمع طلابنا أخواننا بيوتنا قبل لا تغزو بيوتنا. تحت شعار أنت واعي لا للمخدرات أنت أقوى من المخدرات أقمنا ورشة عمل عن مخاطر المخدرات ومضارها وتأثيرها على الفرد والمجتمع ولأهمية هذا الموضوع وخطورته في المجتمع اللي يعتبر ظهور جديد على مدينتنا صراحة، فلتوعية المواطنين ولو توعية الناس وأنفسنا قبل الناس بحثنا وجدنا خطورة هذا الموضوع، أنه لازم نلقى سبل لحل هذه المشكلة من خلال تكاتفنا سوية، من خلال توحدنا جميعا، من خلال هاي الندوة إن شاء الله راح نحاول نقيم ندوات وورش عمل مكثفة عن هذا الموضوع. الجهات الأمنية في قيادة شرطة صلاح الدين كان لها حضور قوي من خلال قسم المخدرات والشرطة المجتمعية في هذه الندوة، بالإضافة لدورها الكبير في تنفيذ واجباتها الاحترازية وعملياتها التفتيشية التي تقوم بها للأماكن المشتبه بها بالترويج وتعاطي المخدرات، والتي غالبا يوجد بها شباب بهدف تحذيرهم وتوعيتهم على مخاطر هذه الآفة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا. الكل يعلم أن المخدرات هي فئة كبيرة في المجتمع، تستهدف كبير المجتمع، وإذا كانت هذه المخدرات موجودة فهو هدم للمجتمع. واجبنا كشرطة مجتمعية هو واجب توعوي تثقيفي حول إنهاء هذه الآفة. خلينا نفهم من الشباب أنه هذا الموضوع بيهدمك، بيهذيك، يمنعك من كثير أموال تقدم دراستك، تقدم في دراستك، تقدم في مستقبلك، فنوعي الشباب في هذا الوقت. نحتاج بعد اكيد نحتاج ان شاء الله كل الفئات، ونحتاج المجتمع طبعا، اكيد هو المجتمع دور رئيسي، المجتمع هو اكثر من الاجهزه الامنيه، يعني قسم ما نعرفه احنا، بس المجتمع هو اللي يعرف يدل يشوف، فنحتاج المجتمع يتعاون ويانا. قسم المخدرات اللي هو احد اقسام مديريه شرطه محافظه صلاح الدين قمنا بكثير من الحملات التوعيه والتفتيش على الصيدليات وعلى المقاهي وعلى الكازينوهات، وذلك لتوعية الشباب والحد من هذه الظاهرة السيئة اللي هي دخيلة على مجتمعنا، والحمد لله إن شاء الله مجتمعنا صافي نقول وما بي أي شيء وما عندنا أي مشكلة الحمد لله بهذا الخصوص. الحملات إن شاء الله مستمرة، يعني كل بين فترة وفترة نسوي حملات في سبيل الحد من هذه الظاهرة اللي هي دخيلة على مجتمعنا. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت